36 عام وهو في الشركة. هو في هاد 36 عام عنده 32 عام دو كوموندون، وانا في هاد 40 عام عندي 32 عام ديال كوموندون. ودي جور اولوندوما الشركة تباعت بلا ما يتشاوروا معنا. الكيت شارج اللي كنطالبوا به، الوحيد اللي كنطالبوا به، فيه خداع، وبغينا المسؤولين يطلعوا عليه. وإلا ما كانش عندنا حق نمشيو في حالتنا، وإلا كان عندنا حق يقولوا لنا يعطونا حقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هذا الاعتصام درناه على امام لا كوماناف من اجل الملف المطلبي ديالنا، وهو كيتخل تلخص جوج نقط. النقطه الاولى عدم احترام القانون الخصصه، والثاني عدم احترام القانون ديال الكيت شارج. كاين ان كونفونسيون، ان انارتيكل في الكيت شارج اللي كيعلم على ان الشركه ما عندهاش الحق تبيع وما عندهاش الحق تقسم على الاقل 3 سنوات. فاذا به الشركه ما احترمتش تماما هذا. وحنا كنطالبوا بالكيت شارج نخرجوه للملا ويعطيونا حقنا. هذا هو المطلب ديالنا، نحن ما كنطلبوش شي حاجه اخرى من غير هذه. وشكرا. السلام عليكم. حنا هاد الناس كنا خدامين في الشركه المغربيه للملاحه كوماناف، لا كومباني ماروكان دو نافيغاسيون. حاجه وحده اللي كنطلبوا من هاد البلاصه، من هاد المقر، من هاد البلاصه اللي هي 7 شارع المقاومه، العنوان ديال الشركه، كنطلبوا التدخل ديال سيدنا في هاد المشكل ديالنا. كنطلبوا لو كيد شارج، كنطلبوا دفتر التحملات، ما كنطلبوا حتى شي حاجه. هادشي هو اللي كاين، و الله ينصر سيدنا. عاش المال. شنو غادي نقول؟ اهم البنود ديال الكيد شارج هي ان الشركه تبعت في 2007 و 2008 فرقوا البيرسونيل، صيفطوا لشركه واحده اخرى. النص ديال البيرسونيل مشى لشركه واحده اخرى اللي هي 1356 واحد. هاد الناس هادو المصير ديالهم بقى مجهول، خدموا واحد المده قليله ومن بعد كلشي مشى بحالاتو. ما كاينش ما دوا معنا حتى شي حد، ما عطانا حتى شي حد شي نتيجه اللي غادي نوصلوا ليها. هاد الناس ديالي، الزملاء ديالي كلهم قرروا انهم غادي يبقى الاعتصام، وإلا دعت الضروره غادي نديروا اعتصام عن الطعام حتى ناخذوا الحق ديالنا. ونناشد جلاله الملك يتدخل لنا في هاد القصه ديالتنا.